فد يوم متوعد وشافك احد عرف ونزلك متوعد ويامك يعني فد يوم طالع وي وحده وشافك واحد عرف ونزلك لزق 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 يعني تطلع على مطعم طالع ايوه هذا اول عرف فجري لا لا والله باسم اي والله مثل لزم اني اي انا توعد المنطقه بنص المنطقه ولا تشوفني لا لا بس ما شاء الله ايش قصر يعني يعني مو واحد سود علي ليش اي بس استاذ والله بطل سود علي ليش قلبي بحياتك ما ملزوم والله عمري كله ما حاب ولا حابتني وحده صدق بالله العظيم عجب ليش وين رحت الكشاف يا شيخ؟ وين كنت؟ لا رحت الكشاف قلت اعطيني خرزه مع المحبه قامت تركض وراي بس الكلاب سود علي خرزه مال الكلاب انت يكفيك انه الشعب العراقي كله يحبك اي والله حقيقه يعني لا بالمناسبه حتى ما نضيف حتى ما نضيف نكد حتى ام ما يعني ما يعني ماتت امي ما شايفها هم ما عندي حب حبين فاقد بحياتي سود علي طولت العمر ولا يهمك ماجد مثل امك ان شاء الله الله يحبك يسلمك الله استاذ زهير ابو حمادي اي قول ما اعرف شو السالفه انت متواعد واجا واحد شافك واحد عرف ولزق لك اي وين شو ممكن شوكي. تتحدث طبعا متواعد ويا ولا الصديق ارد اي ما بيجي انا حتى هذا حكي خاف حماده يشوفك انت قل الصراحه اي صراحه صراحه يعني ما كان عندك حب يا خدمه يعني اللي يتواعد يا اخوان الا ويا ابني انا ادري ها ولا بالمطعم يعني لا واحد كنت داين والله بعد جلدي بعد جلدي والله العظيم تكلمت علي انا مرتي لك هاني نفسي وين لاقفني مرتي لك مره بمطعم لك فيك كذب يا اشتري الكاميرا مرتي كذب حماده كذب اخوي وقت الجاهليه وقت يا محمد فنلندا هسه بمين فنلندا يا شباب ما تشوف لا اي سالفنا لا لا دائما منه لا جديات يعني رد الداد دائما من عنده بهذا العمر وتخاف من زوجتك واحد لزق لي هذا العمر تخاف من زوجتك خوف احترام احترام رعب رعب يعني شو يحكي يعني اي لا جديات هسه خلينا نحكي اي يلاك فرحت داد دائم من الفلوس هذا اللي زق ليش اللي زق لأن يطلبني يلا حلو حلو نعبر على الأخ نعبر على الأخ عسريع عسريع طافر فد يوم من سياج ها طافر فد يوم طافر من سياج من سياج عافية عافية ما شاء الله كل شيء قلبي كل الشغلات الحلوة طالع من أمه شو قلبي لا تجلس لا تجلس البينة مكفينا أخي سادم بيننا هو شيء طفره شيء طفره